السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالجميع. نتكلم اليوم عن مشكلة كبيرة، يجب أن تكمل هذا الفيديو للنهاية. نتكلم اليوم عن مشكلة الخوف الشديد والخوف الزائد والاضطراب الذي يحدث عند طائر الدرة عند دخولك عليه. ما الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة الكبيرة؟ وما العلاج لها؟ يجب أن تكمل هذا الفيديو للنهاية. أولا الأسباب، قد يكون هذا الطائر ليس طائر تفريخ، إنما هو طائر صيد، يعني طائر حصلنا عليه عن طريق الصيد، وهذا الطائر يكون حرا طليقا، يعني طائر في السماء يطير في السماء، لم يتعود على رؤية الإنسان. فمن الطبيعي جدا عندما تأتي بهذا الطائر وتضعه في القفص وتقف بجواره، فإن هذا الطائر يكون عنده اضطراب شديد وخوف شديد، بل ربما يؤدي هذا الخوف وهذا الاضطراب إلى أن يجرح إحدى جناحي. ترى أن الجناح مصاب بالدم، هذا نتيجة الاضطراب والخوف الشديد لدى هذا الطائر. والعلاج، يجب علينا أن نبتعد عن طيور الصيد، ويجب أن نشتري الطيور من مصدر موثوق، لأن طائر الصيد يكون رخيصا في الثمن بخلاف طائر التفريخ. يجب أن نتنبه إلى أن طائر الصيد لا يلبس في رجليه الدبلة المعروفة، وهذه الدبلة دليل على أنه تفريخ وليس صيد. أيضا يعرف طائر الصيد باضطرابه، اضطرابه الشديد وصراخه، فعند اقتراب الإنسان منه هذا الطائر لم يعتاد رؤية الإنسان، فإنه يصرخ ويضطرب ويفزع بطريقة شديدة. أما طائر التفريخ فمهما كان خوفه ومهما كان فزعه إلا أنه لا يصرخ ولا يضطرب اضطرابا بشكل مبالغ فيه. فيجب عليك أخي الكريم أن تحذر من طائر الصيد. طائر الصيد لا ينتج في القفص إلا إذا تعود على ذلك، وهذا التعود يحتاج لسنوات. يعني لا تتخيل أن تأتي بطائر صيد وتضعه في القفص يعني سينتج هذا العام، كلا كلا، لا يمكن له أن ينتج. يعني لقد حبست حريته، هذا الطائر فقد عنصر الأمان، إنه خائف بطريقة شديدة. يعني يجب أن تعلم أن الطائر ما دام أن فيه عنصر الخوف الشديد فإنه لن ينتج، لن ينتج الطائر إلا إذا أحس بالأمان. فابتعد عن طيور الصيد. طيور الصيد نعم تنتج، لكنها تحتاج إلى شروط أخرى ربما نتكلم عنها بعد ذلك. أيضا من أسباب الخوف والاضطراب الذي يحدث عند طائر الدرة عند الدخول عليه عنصر المفاجأة. يعني أنت عندما تدخل على الطيور تدخل عليها بطريقة خاطئة، فلا تستأذن من الطيور. يعني أنت عندما تكون جالس ويفتح عليك أحد الناس الباب فجأة واحدة، فأنت طبيعي جدا أن تفزع وأن تضطرب. فيجب عليك عند دخولك إلى غرفة الطيور أيا كان نوع هذا الطائر، يجب عليك أن تستأذن أولا بأن تصدر صفيرا معينا، أو بأن تصدر كلمة معينة تكون كلمة ثابتة. حينئذ يعرف الطائر أن صاحبه قد جاء إليه، فيتأهب ويستعد حتى لا يتفاجأ بدخولك عليه مرة واحدة فيفزع الطائر فزعا شديدا. أيضا من أسباب الخوف الشديد كثرة الدخول على الطائر وكثرة الوقوف أمام الطائر. وقد يتخيل البعض أن الوقوف أمام الطائر سيجعل الطائر يتعود عليه، وهذا خطأ شديد. فيجب عليك إذا أردت أن تنتج هذه الطيور يعني ألا تكثر من الدخول عليهم بدون داعي، يعني لا تدخل على الطيور إلا لأمر مهم، إلا لتقديم الطعام والشراب. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى فزع الطائر وخوفه خوفا شديدا عنصر الإزعاج. الإزعاج يعني إن حضرتك تكون حاطط الطيور في الشارع أو في مكان فيه يمر الناس، كل شوية واحد يمر على القفص ويضع يده على القفص، في طبعا أصوات مزعجة، أصوات مرعبة، فلا يمكن لهذا الطائر بحال من الأحوال أن ينتج، لا يمكن، وهذا الطائر سيصاب بالفزع والخوف. نحن نقول دائما إن إذا فقد عنصر الأمان لا يمكن للطائر أن ينتج أبدا. ابتعد عن إزعاج الطائر، ابعد الأطفال عن الطائر قدر المستطاع. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى فزع الطائر عند تقديم الطعام
نحن نقول أنك إذا دخلت على الطيور استأذن أولا، استخدم يعني الأسلوب الصبر الطويل، يعني ادخل إلى بيت الطيور يعني رويدا رويدا، يعني بالراحة خالص، لا تستعجل. يعني لو ان انت وراك مصلحة، وراك ان انت تذهب الى مشوار معين وانت مستعجل، فتدخل على طول بسرعة، محتاج ان انت تقدم الطعام بسرعة عشان تذهب الى هذا المشوار وهذه المصلحة. فطبعا حينئذ الطائر هيفزع لانك بتفتح الباب بسرعة، ومفيش عنصر هدوء، يجب ان تكون هاديا عند تقديم الطعام والشراب. يفضل ان يكون القفص الاكلات، يعني تقديم الطعام الاكلات من بره القفص، تقدم الطعام من بره القفص، يعني تكون الاكاله لها باب كده صغير تستطيع من خلاله ان انت تقدم الطعام بدلا من ان تدخل يدك في داخل القفص، لان هذا قد يصيب الطيور ايضا بالفزع الشديد. هذا عنصر مهم جدا، يعني كلما توفر عنصر الأمان كلما كان الإنتاج أكثر وأسرع وأحسن. خلي بالكم المعلومة دي، أهم شيء في الفيديو عنصر الأمان. عشان كده احنا بنقول ان موضوع مشكلة الخوف الزائد مشكلة كبيرة جدا. فأتمنى ان انتم تكونوا استفدتم معايا. فأهم حاجة ان انت تبعد عن طيور الصيد، ان انت تبعد عن ازعاج الطيور، ان انت تقدم الطعام للطيور بهدوء بهدوء، ان انت تبعد الطيور عن مصدر الازعاج، ان انت لا تكثر الدخول على الطيور. حاول ان انت لما تاجي تدخل على الطيور وانت واقف قدام امام الطائر، حاول ان انت تتكلم الكلمة يعني اللي انت تريد من البغبغاء ان هو يحفظها ويقولها، قول الكلمة وانظر الى الطائر. لكن يعني بعض الخبراء بيرى انه من الافضل عدم النظر الى عين الطائر، لانه كده يعني بيمثل له مصدر من مصادر الرعب، بالذات لما يكون طائر صيد. لما يكون طائر صيد يعني لا تنظر الى عينه، حاول انت تشغله او تشتت انتباهه وانت بتقدم الطعام، فتتكلم بكلمة او تصفر يعني بحيث ان هو يهدأ قليلا وتزول عنه حالة الرعب الشديد. أيضا من الخبراء من يرى أن الأفضل لكي تذهب عن الطائر حالة الرعب والفزع أن أنت تجوع الطائر، تجويع الطائر يعني مدة من 4 ساعات. طبعا بنقول 4 ساعات فما فوق، ما تخافش خالص، لا تقلق، لأن طائر الدرة طائر يتحمل الحرارة ويتحمل الجوع، لا تقلق. لأن إحنا عندنا لو إحنا بنربي أي حيوان والأكل أمامه على طول باستمرار، فهو مش يعني لن يشعر بأنك يعني مصدر أمان بالنسبة له، يعني لن يشعر بذلك إلا عندما يجوع. يعني أي طائر أو أي حيوان عندما يجوع فتقدم له الطعام والشراب، حينئذ يتعلق هذا الطائر بصاحبه، لأنه سيشعر أن صاحبه هو مصدر الطعام والشراب. إنما الطعام موجود على طول باستمرار، باستمرار الطعام موجود. ولذلك ده عنصر من عناصر تدريب وترويض الطائر، اللي هو تجويع الطائر، تجويع الطائر. أنا ما بقولكش إن أنت يعني لا أقول لك أن تقوم بتجويع الطائر يعني طول اليوم، لكن فترة وجيزة، فترة وجيزة، لدرجة إن البغبغاء يشعر بالجوع. أتمنى تكونوا استفدتم معايا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.